سبحان الله كاين امور الكاف هذه ماشي ريفيرنس وهذا اللي راهو يتواطئ مع الفاف هذا الشيء جد خطير زعما دوك حنا ضد الجزائر نبداو نقول والله غير شفت حنا كيفاش دايرين نبداو نهضروا على روحنا صحيح. والله العظيم غير سي باري سي باس اون ريفيرونس هذه لا كاف ولا الفيفا صح كاين قوانين الناس كاع تعرفهم القوانين تجيب رشيد رجراج يحكي لك القوانين من الصباح حتى الليل ويحكي لك على القوانين الناس كاع تعرف القوانين بصح دوك القوانين هذو ما باش تجي تطبقهم على الجزائر دائما الجزائر سهله هذا كاين تواطؤ هنا والله العظيم غير نحلف لك غير كاين تواطؤ من الناس من الجزائر مع الكاف اللي عنده يد مع الكاف وعنده يد مع الفيفا هو اللي راه يتواطئ باش يكونوا هاد المشاكل يعني كاين اللي ربما ماهوش حاب الجزائر تنظم كاس افريقيا لا ماهوش حاب الجزائر احنا ما نهضروش بهذا المنطق زعما ماهوش حاب الجزائر كل اللي حنايا ينوصوا ما حنا نسالوا فيها ما من الجزائريين حنا يسالوا في التنظيم يسالوا كمسيرين كذا لكن هذا يا اجي يصور لك في بلادك يصور لك وراه الاز عنده لي غارد كيما نقولوا عنده الجناح تاعو اللي راه مخليه هكذا وهاد الناس من الجزائر ماليوريزم محمد ما كاش جروب في هذا ميدان باكمل جزئي مانيش فيه جروب محمد مانيش عارف انا ما نقدرش نزيد نروح بعيد في الكلام تاعي محمد تكلمت حوايج عندي كيما نقولوا اشياء اللي خليت نتكلم تشوف الكاف دي سي دي في دي سيدات في على شبيبة الثورة اللي هي لعبت هي كوب دافريك كاس الكونفدرالية لاكاف والشان كيفاش بوكرا راح يدير دو ماتش اميكو في موبا شكون كان يعرف مبولحي؟ انا نتذكر مليح كنا في انغولا انا كنت نطالع هكذا في الليل شفت انترفيو تاع مبولحي ما كانش اللي كان ذاك الوقت يعرف مبولحي مبولحي انترفيو تاع مبولحي شفت التيتر هو اللي يعني متذكر في صحيفه سعوديه شفت الاف صحيفه الاف الكترونيه نشوف عنوان حارس مرمى عينه على الجزائر عينه على منتخب الجزائر وعين مانشستر يونايتد عليه شفتها الصباح نتذكر مليح مع رورا وقلت له الحاج الحارس او قال لي احنا ما عندناش مشكله تحرس بالوقت حاكم اليوم لاكاف سلموا على الاقجاع اسمع اخويا العزيز كره الجزائر هذه باج فيسبوك شكرا لك يا باكاري قساما من اعماق قلبي هذه بعد ما بالماضي انشر برك القائمه درنا قائمه برك تاع تربص هدايا السيد يقول لك انا ما ضمنيش هذا جزائري خويا العزيز يقول لك شكرا يا باكاري قساما من اعماق قلبي وبيان سور هذه الصحافه تدير المنشورات المسممه ومن بعد لي كومونتير رانا حكينا عليها البارسا جيت وكيفاش كانوا يعطاكيو في ميسي مؤسسات مختصه في لي كومونتير هادو ما خاوتي لتوجيه الراي العام هنا راهي كاينه حمله ممنهجه ماشي ضد بالماضي ضد الفريق الوطني والنجاحات